نروح إلى مجموعة أخبارنا العالمية لهذا الصباح. الخبر الأول من صحيفة بوليتيكو الأمريكية: تأجيل محاكمة ترامب بتهمة الاحتيال إلى بعد الانتخابات الرئيسية. والله الخبر بيقول كده، يعني هو هيعملوا الانتخابات الرئاسية الأول ويشوفوا ترامب هيفوز ولا لأ. في الحالتين يعني ممكن يبقى فائز بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو عليه قضايا نصب. هو الخبر بيقول كده. ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن محكمة فيدرالية قررت تأجيل محاكمة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في دعوى احتيال إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل. وأوضحت الصحيفة أن قاضي محكمة جزئية أمريكية قرر تأجيل الاستماع لشهادة ترامب في اتهامه بالاحتيال المتعلق بتعليق الجامعة التي أسس أنشطتها كافة عام 2010 إلى 28 نوفمبر المقبل. وبرزت قضية جامعة ترامب عام 2010 عند رفع دعوى جماعية في كاليفورنيا تلتها دعوى أخرى في 2013 بعد الإعلان عن بدء وزير العدل في ولاية نيويورك ملاحقات بحق ترامب. هنتابع كده ونشوف إن شاء الله. الأخبار دي عاملة مشكلة على فكرة. لا بس كانت لطيفة يعني ظريفة دي. نوعية الخبر نفسه مختلف يا جماعة. طيب آخر أخبارنا لهذا الصباح: CNN: روما يجهز 13 مليون يورو لتفعيل بند شراء شعراوي من ميلان. أبدى نادي روما الإيطالي استعداده لتفعيل بند الشراء المصري الأصل ستيفان الشعراوي من نادي ميلان مقابل 13 مليون يورو من أجل بقاء الفرعون المصري داخل صفوفه الموسم المقبل. ذكرت صحيفة بي بي سي أن المدير الرياضي لنادي روما والمدير الفني للفريق يراهنون على ستيفان شعراوي خلال الموسم القادم مع الذئاب بسبب نجاحه في قيادة هجوم الفريق منذ قدومه إلى روما على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية. كان ستيفان شعراوي قد انتقل إلى صفوف روما في يناير الماضي قادما من ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية